بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وما رضى الله إلا برضا الوالدين أستأذنكم في هذا الموعد النصف شهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 في بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين الممتدين من 13 إلى 26 أكتوبر 2020 وأستهل هذا العرض في فقرته الأولى بالحالة الوبائية العالمية فإلى حدود يوم أمس الاثنين 26 أكتوبر سجلت صبورة الحالات الإيجابية ما يناهز 43 مليون و 521 ألف و 370 حالة إيجابية في العالم وهذا ما يعطينا معدل إصابة إجمالي يقدر ب 558.3 إصابة لكل 100 ألف نسمة فيما تجاوز عدد الوفيات 1,161,365 حالة وفاة أي بمعدل إماتة يقارب على المستوى العالمي 2.7% إلى حدود يوم أمس الاثنين قارب عدد المتعافون 32,000,668 حالة شفاء وهذا ما يقربنا من نسبة شفاء تناهز 73.5% المنح الوبائي العام عرف زيادة ملحوظة في عدد الحالات بنسبة 14.2% وعدد الوفيات ازداد ب 7.5% خصوصا في دول أوروبا في بعض دول أوروبا التي ارتأت جلها إرجاع حالة الطوارئ وتنزيل حظر التجول الليلي في الفقرة الثانية من هذا العرض والتي تهم الوضع الوبائي في بلادنا مقارنة مع الوضع الوبائي العالمي فنقول أنه بتسجيله ووصوله يوم أمس إلى رقم يقارب 200,000 حالة إيجابية احتل المغرب المركز 32 عالميا والثاني قاريا أما بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة فنحتل المرتبة 36 عالميا والثالثة إفريقيا في ثالث فقرة في هذا العرض والتي تهم الحالة الوبائية في بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين فإلى غاية يوم أمس 26 أكتوبر سجلنا كما سلف الذكر 199,745 حالة إيجابية أي بمعدل إصابة يقارب 550 حالة لكل 100 ألف نسمة في بلادنا أما بالنسبة للوفيات فللأسف خلال الأسبوعين الماضيين تخطينا سقف 3,000 وفاة بل وصلنا إلى 3,373 حالة وفاة رحمهم الله جميعا وهذا ما يعطينا معدل فتك بنسبة 1.7% نسبة التشافي والحمد لله في بلادنا تناهز 83.1% في مقارنة للحالات الإيجابية المسجلة خلال 45 يوم الأخيرة والموزعة على 3 فترات فنلاحظ ارتفاع مستمر وملحوظ لمعدل الحالات المسجلة بين الفترات 3 فلقد ارتفعت الحالات الإيجابية من 30,904 خلال الفترة الأولى إلى 45,984 حالة إيجابية خلال الفترة الثالثة أي بزيادة تناهز 50% بالنسبة للوفيات وفي مقارنة بين الفترات 3 السالفة الذكر فنلاحظ ارتفاع يناهز 50% بين الأرقام الوفيات بين الفترة الأولى التي سجلت 499 حالة وفاة والفترة الثالثة التي سجلت 737 حالة وفاة وفيما يخص مقارنة مؤشر الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة حسب الجهات والذي يجسد مستوى الإصابة حسب الألوان 3 المستوى الأخضر أقل من 20 إصابة أو حالة لمئة ألف نسمة المستوى البرتقالي ما بين 20 و50 حالة لكل 100 ألف نسمة والمستوى الأحمر
والذي يعني 50 أكثر من 50 حالة لكل 100,000 نسمة، فإننا نسجل الملاحظات التالية. أولا، تقلص عدد الجهات التي كانت تسجل أقل من 20 حالة لكل 100,000 نسمة من جهتين إلى جهة واحدة، وهي جهة فاس كناس. ثانيا، مرور 3 جهات إضافية من المستوى البرتقالي، أي نسبة إصابة أسبوعي ما بين 20 و50 حالة لكل 100,000، إلى المستوى الأحمر، أي بمعدل إصابة يفوق 50 حالة لكل 100,000 نسمة، وهي جهات الشرق، الرباط، سلا القنيطرة، سوس، ماسة، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة والذهب، إضافة إلى جهة الدار البيضاء الستات. أذكر أنه خلال الأسبوعين الأخيرين انتقل هذا المعدل، أي معدل الإصابة الأسبوعي على المستوى الوطني، من 51.7 إلى 64.2 حالة إيجابية لكل 100,000 نسمة. فيما يخص التطور الأسبوعي لعدد الكشوفات المخبرية، فالأرقام والمؤشرات تؤكد المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة 31 عالميا لبلادنا، وذلك بمعدل إنجاز يقارب 160,000 كشف أسبوعي، ومعدل يومي يناهز 23,700. فيما يخص مؤشر نسبة الإيجابية أو تود بوزيتيفيتي، فهي تؤكد المنح العام لارتفاع الحالات الإيجابية في بلادنا، حيث أن النسبة تطورت في الأسبوعين الأخيرين من 11 إلى 15.15%. فيما يخص مؤشر التكاثر الوبائي أو الRT، فعشر جهات تسجل معدل يفوق 1، بينما يبقى معدل المؤشر الوطني في مستوى 1.08، ولا زالت كل الجهات تتبع وتتخذ إجراءات لتنزيل مستوى هذا المؤشر إلى أقل من 1. فيما يخص الأحداث البارزة خلال الأسبوعين الأخيرين، فهي تتلخص فيما يلي: أولا، تسجيل مستويات قياسية سواء في عدد الحالات أو عدد الوفيات، فلأول مرة نتعدى سقف 4,000 حالة في اليوم، وكان ذلك لثلاث مرات في أسبوع واحد، وكذلك لأول مرة نسجل رقم 73 حالة وفاة في يوم واحد. ثاني نقطة، تأزم الحالة الوبائية في جهة الدار البيضاء ستات، وخصوصا الدار البيضاء الكبرى. ثالثا، نذكر بالإجراءات الحكومية الخاصة بتشديد الإجراءات الاحترازية لجهة الدار البيضاء نظرا للحالة الوبائية المسجلة. رابعا، شروع عدة جهات ومدن في تشديد الإجراءات الخاصة بالتجول وأوقات العمل للمحلات التجارية وغيرها من الإجراءات. وفي الختام، نذكر مرة أخرى بخطورة الوضع الوبائي في بلادنا، وضرورة تضافر الجهود من كل فرد أو جماعة، واحترام سبل إجراءات الوقاية بتعميم استعمال الكمامة، واحترام التباعد الجسدي، والحفاظ على نظافة اليدين، وتنزيل تطبيق وقايتنا. وشكرا لكم.